خليني وانا بقول لك تشكيله فريق حرس حدود كابتن ايمن، احمد السعداني لحراسه المرمى، وبيلعب قدامه اتنين في القلب، بيلعب بخالد سامي وبيلعب بالزناري وبيلعب بعمرو الحلواني باك ليفت، وبيلعب بعبد الله جمعه عواض باك رايت. بيلعب بثلاثه في وسط الملعب، بيلعب بمصطفى جمال ومعاهم محمد مصطفى شطه، وبيلعب احمد فتحي فيليكس كمان قدامهم. وبيلعب على الجناب بقى نانا انطوي بيعود مره اخرى للفريق، ومحمد عبد اللطيف جريندو، وبيلعب بتوني لوكاسا مهاجم.